بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور طارق شاكر، مدرس تمريض باطنة وجراحة جامعة المنصورة، وهتكلم دلوقتي على تيست تاني من النون بارامتر تيست، وهو الويل كوكسون. الويل كوكسون تيست دوت بما يعادل او بما يوازي او المقابل ليه في البارامتر تيست اللي هو بيرد تي تيست. طب هو البيرد تي تيست بستخدمه ليه؟ يقول لك تو ميجرز تو ذا سيم سينج او تو ذا سيم سبجكت، يعني هي حاجه واحده بقيس لها مرتين. يعني مثلا وان جروب از تو بري تيست وبوست تيست، ما هي نفس المجموعه اهوت. انا ما قلتش بقى مجموعتين، ولا قلت كيس ولا قلت كنترول، انا بقول مجموعه واحده خدتها بري تيست وبوست تيست. في البارامتريك بنسميه بيرت تي تيست. طب لو هي الداتا نون بارامتريك وعرفتها عن طريق الشابيرو في الويلكوكسون، يبقى هو نفس المجموعه قبل وبعد عشان نشوف المقارنه بين المتوسطات. هنعمله ازاي؟ انالايز نون بارامتريك تيست، اختار تو ريليتد سامبل. وخلي بالك انت بتختار في تو اندبندنت سامبل، في تو ريليتد سامبل، وفي كي اندبندنت سامبل، وفي كي ريليتد سامبل. فانت خلي بالك ما تبصش على الاثنين بس، هتبص على السطر كله. تو ريليتد سامبل هيطلع لك نفس النافذه ده او الشكل ده اللي بيظهر لك في البيرد دي تيست عادي خالص. انا عاوز التوتال نيورولوجي سكور مثلا بري، اشوفه مع التوتال نيورولوجي سكور بوست، هي نفس المجموعه اهوت. واجي على اوبشن، اعلم على ديسكريبتيف، كونتينيو، اوكي اهوت. احنا عارفين ان اي نون بارامتريك تيست سواء كان من ويتني والكوكسون كروسكال، اي نون بارامتريك بعرضها بالميديان وانتر كوارتال رينج، واخد معاها قيمه البي والزي او الزد. وفي مدرسه بتقول بالمين رانك، بلاش الميديان وانتر كوارتال رينج، لا اعرض بالمين رانك زي ما قدامنا على الشاشه. فانت قدامك اختيارين، الاختيار الاول هقول والله عندي المين رانك اهوت، المين رانك اهوت 17 و42 و17 52، وكانت قيمه الزي كذا ماينس 3.305، وال السيجنيفا كان ستوتيلد اللي هو البي فاليو 0.001. ده اول مدرسه بالمين رانك، بالمين رانك وبالبي والزي. طيب في المدرسه الثانيه بتقول لا، بتقول لا انت هتختار بالميديان والانتر كوارتير رينج، بالميديان والانتر كوارتير رينج. طب اعرف الميديان والانتر كوارتير رينج ازاي؟ من انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس، اكسبلور، اختار التوتال انرجي سكور بري والتوتال انرجي سكور بوست، نختارهم اهو، ترجعهم في الديبندنت، واجي على كلمه بلوتس، لو كلمه نورمالتي مش متحدد عليها اعلمها، واقول له كونتينيو واوكي، وانزل اهو. ادي التوتال انرجي سكور بري، ادي الميديان الوسيط كان 25، والاي كيو ار انتر كوارتير رينج كان 5.75. ده في التوتال نولج سكور بري، ادي الميديان والانتر كوارتير رينج بتاعه، ادي الميديان والانتر كوارتير رينج بتاعه. طب التوتال نولج سكور بوست، الميديان بتاعه كان 29 والانتر كوارتير رينج كان 8.75. يبقى انت قدام منك تعرض بحاجتين، يا اما بالمين رانك بالمين رانك 17 42 و17 52 والبي والزي، يا اما هتعرض بالميديان والانتر كوارتير رينج برضه والبي والزي دي ثابتين، بس ممكن تحط مين ومين مين رانك معاهم، يا اما تحط ميديان وانتر كوارتير رينج. الميديان رانك هتجيبها من التيست نفسه، لكن لو انت عاوز الميديان وانتر كوارتير رينج بتجيبه زي ما انت شايف كده، منين؟ من الانالايز اكسبلور، وتحط هجيب لك الميديان وانتر كوارتير رينج، تحط دي او تحط دي. بس المتعارف عليه او الموست كومن يعني ان النان بارامتريك داتا تعرضها بالميديان اند انتر كوارتير رينج، وده هتجيبها انالايز اكسبلور وتحطها، تحط الفاريبل هيجيبه لك، وتاخد من التيست نفسه البي والزي.